essere donna sia una cosa che le donne sono molto bella. Ma è cosa che sono state tenute. Ma è cosa che sono state tenute in lega da un grande nome. Ora voi credete che la cosa che sono state tenute da un grande nome. Yeah, I'm sorry, I'm not going to talk.
قلنا في برايمري في سكندري بروسيسز شكلهم سموث. النهايه بقى النهايه بتبقى شكلها سبايك بايكس. النهايه اسمها سبايك بايكس دي اسمها جينيوز. بيسموها ايه؟ مغرسه. اسمها ايه؟ جينيوز. بلاش نيوز لما تفتح كتير شهرين برانشز بتبقى سبايكس بس. خلاص انا بقى يهمني معلش الدرايفز دي فيها كذا حاجه كذا مراحل. لو قلت لك معمل في كذا مراحل في ايه رايك؟ الاسلوب اللي الدرايفز دي بتعمل بيه صينات زي سيل انستجرام. الاسلوب اللي بنعمل بيه صينات. لو انت طبعا زي سيل انستجرام بتيجي تجيب الدرايفز حمرا بعيد صح؟ انما اللي بيسوي الناس ده دول اكسون. يعني ده اكسون بتاع ليبر نيورال اكسترابت باندل. وده اكسون اللي هي السيل دي اسمها ايه؟ جرانيوم سيل طبعا ايه؟ فالاكسون ده هتعمل صينات مع الدرايفز. ماشي يا جماعه؟ طب الصينات بقى شكله ايه؟ يقول لك بالنسبه للبلد اللي فاضل مصر حاجه اسمها فيس كروسنج صينات. اسمها ايه؟ فيس كروسنج يعني فبقى عارف كده ما تقولوش انتوا عشان كنتوا مره شفتوا منكم وما عادش مش منكم انا فاهم لا منكم عادي يعني حضرتك ايه بقى يعملوا كده ايريا من فوق كده يطلعوا مش انا مش عارف يطلعوا يطلعوا لابس يلبس السته اللي هي معلقه السته مسكوك كده من على بلد اللي مسكوك منكم هي اللي شايفها صح يطلع كده يلبسها يعمل عشرات كده من نفس الفكره الاحسن ان الدرايفز دي تعمل تلميسه بس كده مع بلد الايه؟ كويس. يبقى هنا شكل السنه اسمها كريس بروسكو. ماشي الكلام؟ انما في الحاله بتاعت الفايبر والفايبرز، لا الفايبر والفايبر ده الصوره كمان. الفايبر والفايبر ده برانشاته تيجي تلف حوالين السموث برانشز اللي هو سكند ومين؟ تلف حوالين. شفت انا كنت اسمها برايمري وبعدين سكند وبعدين تكشري. البرايمري والسكند دول هتلف حواليهم نهايات بتاعت الفايبر والفايبرز اللي معاك. كيف حلو اللي هيبقى التايمنج ايه؟ فايبرز بتلف حوالين سبايرال بتعمل سبايرال وشيء بيسميهاش انما التانيين قربانه ليه؟ سموه بيس كروسنج مع ان واحده الاطراف النهائيه هي عامله زي سبايرال الاشواك اللي اسمها جنيوز. ماشي يا جماعه؟ المهم يبقى كده شكل السينابسز عامل ازاي؟ معلش دي مراقبه كده التايمنج الفايبر يخلص على كينج سي واحد صح؟ بيعمل سينابس مع ايه؟ الكينج سي واحد انما البقى الفايبرز تعمل سيرفيس مع الاف في المكتب وهو ماشي كده هيعدي عليه كذا الف بكيت يصير وهو ماسك في مرمى العرب وعمل ايه بنعمل ايه؟ صحيح فبص بقى الموسي فايبر طلع كده كذا جنون كذا الف واحد وبعد كذا جنون طلع البقى الفايبر فالموسي فايبر بس ما يسمع عشرات من الاف على الاف من البكيت يصير معايا بقى لان هو عنده كذا جنون واقي منه كل التلاميذ طالع من كبار الفجر بس العام هو نفسه 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 حاجه واحده كذا الف مره بعد كده بقى عشرات من التلاميذ ماشي يا جماعه مين اللي بيعمل سنابس اكتر يعني البلدي ولا الكلاين بتاعك البلدي ولا الكلاين دي؟ البلدي هي اللي بتعمل سنابس اكتر انما الكلاين دي وصلت لها معاك في ايه بالظبط؟ انما الكلاين دي في فايروس تعمل سنابس اسمها بالكيمي سي واحد تحديدا سنابس مع مين؟ مع السموث برانشز بتاعتها تحت الرايس بتاعي اللي هي برايمري وايت سكند يعني ايه سموث اللي هم طالعين كده فور رايسيه السموث الناعمه اللي هي غير السبايس اللي في الاخر اخر واحده اسمها ايه؟ سبايس او جنيوز تمس حاجات اسمه فيس كروسي مع بلد ايه؟ خالص دي اول ملاحظه دي كده اول ملاحظه في الدرايس ثاني ملاحظه في الدرايس اتجاه ده مهم قوي الدرايس بتشكل برايمري برانشات يقول لك البرانشات دي بتبقى ان ذا سيم ترانزليسي يعني مش مفرعه زي الشجره شوك الشجره بتاعتنا عليها طبعا من فوق يمين وشمال ده اللي حواليها في فوق بقى عليها صح؟ ده دي بقى شجره زي ما احنا كده ورده لما شفناها اتداس عليها كده الفروع بقى عند زي الترانسبيس اللي زي التاني بالظبط احسن مثلا زي دي مش هتلاقي في دي فلات ده اهو طبعا دي برانش صوابعي صوابعي دي انت باصص كده ما شفتهاش شوف كده في ايه برانش واحد شوف كده ما بيبانش طب الاتجاه بقى بتاع الفلات ده الفلات برانش فلات الجنبين دي فين؟ لما الجنبين على الفوليا فاهم كده؟ ومن اجل ذلك كسبت رسمه دي. لو بص دي اسمها دي فوليا مش هي ماشيه كده؟ وانت خدت اس دي بص بقى على الكيدجي سيلز هنا اهو ادي الكيدجي سيلز دي الكيدجي سيلز طالع منها برانشات برايمري وايه كمان؟ سكندري سكندري طالع منها برانشات فوق كتير يعني مفرعه فوق كتير قوي زي ما بص على الهاتف دلوقتي صح؟ لو انت واقع ايه؟ ترانزفيرس او بربنديكولار على اتجاه الفوليا ماشي يا جماعه؟ لو انت باصص كده لورا لو انت واقع سيكشن كده بتتفرج لورا هتلاقي
كان من البرازيل مش باينه، كان جاي تاني، كان مش انا مش هطلع انا معايا. واخد معايا ولا لا؟ تاني البركين جيس كان طالع من دلوقتي في كذا برانش. مين بقى؟ براين كانت شغال كان في فيرش كان برانشات دي بقى مش مفرعه على الاداره حواليها زي ما بكون ماسك في ايدي شجره وطالع منها برانشات كتير من كل حته. لا ده البرانشات دي في نفس الكونفرنس ايه؟ لين زي ايه؟ كنت معايا ولا لا؟ معايا زي ايه كده؟ يعني لو بصيت كده اشوف برانشات كده بشوفش. طب ابص كده ليه القطع ازاي؟ انت عارف الفوليا بتاعت الانسربيرلا ماشيين بالعرض كده، الفوليا ماشيه كده، الفوليا ماشيه كده، الفوليا ماشيه كده. عشان تشوف البرانشات الكتيره تحت الكنزي لازم اقطع برجلتين مع فوق. معايا؟ وابص بقى على السيركوس ده. لما اقطع برجلتين وابص على السيركوس ده هتلاقي ان السيرز هي طالع منها برانشات اسمها برجلتين. ماشي الكلام بس؟ فده كلام عن الفيوجي سيرك. الاكسو بقى بتاعها راح فين؟ يقول لك الاكسو راح حته من فين؟ يعني كلام ايه؟ مش مستاهل والله. برانشيز انت سيت كونفرنس كبير. ماشي كلام بس خلاص. عايزين ايه بقى؟ ده اللي بيبقى هو ده هو يعني. طب مش موضوع كده. لا مش خلاص بقى بص كده عامل ايه بقى اكتر من كده. ماشي؟ ممكن لما اخلص لكن بعد ما اخلص هو خصوصي مش هعرف تاني. خلاص. المهم ده الاكشن. طيب. الاكشن ده هو فين بقى يا سيادة؟ قال لك حاجة من الاثنين. يا اما الاكشن ده بنكمل بنكمل يطلع السيرفر الضغط يعني يطلع ورا السيرفر الضغط. يا اما الاكشن ده ينزل على واحدة من السيرفر لما اخلص على ديب سيرفر ايه؟ فيري هيت بروبوز سيمبل فورم فاستيشن. ماشي يا جماعه ده اللي نزل في الفيديو. ماشي الكلام؟ ومش مهم مش عايز اسال. ماشي؟ انا يديني بورت ممكن اسافر الفيديو لوحدها. ومش عارف ايه الرد. معايا معاك. فده مهم معايا. مش كده بسال بس على البورت اللي بتكلم عنه بالتفاصيل مهم. الفيديو ممكن تصير لوحدها يقول لك الدرايفز بتاعتها. بتتكلم عن نفسك في الدرايفز شكلها مش عارف بتاعت البرتين دي وبتاعت الباسكت سيلز حتى ده ماشي يا جماعه.
فاهمني؟ كلام مسلم ما شاء الله. طب معاك بقى في ست بتقعد تحكي ست اسمها جورجي فايتو اسمها جورجي فايتو ليها الرايس طلعت فايتو برضه بتعمل ساينس مع بلد الفرد وليها اكشنز تتجه لجورجي فده اكشن تتجه لجورجي اسمها ايه سيدي؟ جورجي. طب معلش كده بالنسبه للاليات الجيوغرافيه هنضيف بقى اخر حاجه ده كده الرايس بتاعت مين؟ بتاعت جورجي معانا دي اسمها وصل السيريا دلوقتي بتاعتها كمان في الدرايس بتاعت مين؟ بتاعت الكونتي. طب كده اصبح المنطقه اللي اسمها الجانب الربيعي دي ولا الجانبوسي اللي هي بتاعت في نوعين خلايا الناس معانا اللي هم الجانبوسي ولا جوزي فاين موسي. طب حته كلها اللي هي الموسي فاين اللي هي اسمها روزيت زائد الجانبوسي في الالافات الموجوده زائد الدرايس مش عارف السيمبوتي بتاع جوزي فاين الحته دي على بعضها اسمها الجلوبالي بوس وقلنا ساعتها فاكر انت معروف انك سويت ميجين فقلت انا هتاخد الدولار وزودت بس فانت ما تعيش بقى في عندنا خمسه دولار دول انت مش هتعرف انت اللي عندك اثنين اللي هتعرفهم بالنسبه لك سنه ثلاثين جوزع كيمي جوزي ومعانا ايه الدولار دي عباره عن كتله عباره عن موسم فايبرز في النص صوره للجانيشنز وصوره للاكشن بتاع مين؟ بتاع جوزي فايبرز وساعات السيمبو دي كمان بتاع لو سمحت كده الجراني الرولية ده معمول من كام نوع خلايا معناه ان هو مقطع يبقى النوع اللي فوق ده في الفريقين اللي تحت ده في الفريقين اللي في النص ده خلية واحدة اسمها البيتيسي ماشي يا جماعة نعيد آخر الكلام الويت الرولية كده آخر حاجة في خليتين في أنواع الفايبرز في خليتين إيه؟ سيجنتيل وباسترز طب الفايبرز في أكسون في الدرجة أكسون هم هم اثنين هما الاكشن اسمه بتاع الانفلت عن ضرب الضرب ازاي او الضرب ان ايه؟ فايروس معانا؟ طب الدرايس بقى كتير في الدرايس بتاعت الجوز في الكاس بتاعت الكيس في الدرايس بتاعت الباسكت سيت وفي الدرايس بتاعت الجوز معانا؟ في ثلاثه من الدرايس عندي خلاص؟ طب مين تحت؟ طبعا تحت اسمها الانفلت الرابعه في انواع خلايا جرانيو سيلز وجوز لايت انواع الفايروس ما تنفعش احنا عندنا بالذات الاكسون اللي جايه دي اللي هم برضه موسي فايروس وجاي فايروس وفي الاكسون النازل من احنا كان فايروس صح الكورتيك بتاع النازل النازل هنا مين بقى؟ الاكسون بتاع قلب الجلد سيل الجلوبيرا واسعه السيرفيرنا اللي سالت فيها ده اللي حصل يعني كل اللي معموله من الروزيت وهو عباره عن ان هي الجلد دي بتاع موسي فايروس سوراند الباي جرانيوزيت ليها فلو لايت ورايت وكمان معاهم الاكسون بتاع جوزي فايروس ماشي يا جماعه السيل اسمها ايه؟ ماشي الكلام؟ هنا دي بلين سيلز هنا دي بلين سيلز هنا دي سيلز واحده ماشي؟ بس جورجي تايب 1 ودي جورجي تايب 2 هي جورجي سيلز هي جورجي سيلز جورجي تايب 1 اصلا كلمه جورجي تايب 1 اصلا كلمه ايه؟ بص يا جماعه كلمه جورجي تايب 1 وتايب 2 دي اللي ليها اكشن قوي اسمها جورجي تايب 1 في سي اس انا بلاقي سي ليها اكشن قوي اسمها جورجي ايه؟ تايب 1 طبعا لو كنت سيل ليها اكشن قصير بس انها جوز فاير وبالذات لو كنت فصل سنسيشن ماشي انا لو عملت كونكشن فور سي ان اس بالذات فصل السنسيشن ده بتسمعها كله يعني كان عندي جوز فاير جوز فاير كله ماشي الكلام فالسيل دي هي مش اسمها كده كسيل وحدها لا عين السيل دي ليها اكثر اكشن صغير او اكشن قصير بنسميها جوز فاير طب دي عين السكريبت سيل دي انا مش هتكلم عنها هي ليها شورت اكسس وليها شورت بالظبط بالدرايس وليها فانكشن اللي هي عموم يعني مش معروفه 100% ومش هقدر اتكلم عن العلامه اللي بيتكلموا عنها بقى كانت اللي هو الفانكشن بتاعتها فيها شرط كتير بدون داعي. فيها اسمها حاجه اسمها ايه؟ ستيلز وبعدين اذا كنت هشرح كلمه دي فانكشن انا مش هشرح الباسكت. الباسكت ده فانكشن مش هشرحها. تمام؟ اسمها ايه باسكت بقى؟ الباسكت اسمها باسكت ايه؟ الباسكت سيلي اسمها باسكت سيلي ده معلش ده كده شيء اسمه سيسيس اوف بريدكتيف سيل فور ساينس اسمع ده كده شيء معلش ده اسمه ايه بروسيس ساينس البرايمري او سكندري بروسيس بتاعت الدرايس اوف الكيمي كان ساينس سبايرال باي مع مين مع برايمري وفاير معانا بيقول لك السيل بودي اوف ذا كيمي كان ساينس مع باسكت سيل سوراوند الباسكت فايكس معاك ايه حاجه مش دلوقتي ماشي كده؟ نعم
عندنا راس حسين يشيلك على طول يطلع منك عشان شبكه كده تلف حوالين صدرك. الاكل ماشي متاكد طول ما هو ماشي يطلع منك عشان تلف ايه؟ تعمل باسكت حوالين السيمبلز اللي هتقابلها على الفيش. ماشي يا جماعه؟ خلاص؟ طب ده بالنسبه لمين؟ للسيرفر. عايزين بقى نتكلم على السيرفر كوكيز وده حاجه في بس ميزه عايز اتكلم على السيرفر. السيرفر ايا كان جزء اللي انت بتتكلم عنه فكان السيرفر كوكيز بنفس التفكير اللي احنا قلناه ده. ثلاثه ليرز من الشرابيش شريكين. طبعا يا حبيبي. طبعا يا بابا. وليكو الناس معانا بقى. كنجي انا قلت اسامه على السلام معاك انا خلصت طب والله زي المره دي كده كنجي وعليه كنجي جراني بقى بس كنجي طيب طب لو انت خدت غيري بقى 4 6 تلاقي ايه اللي حصل؟
Be some as my wife to make. Snake. Some as make it. Why are you very usable fibers? Usable fibers, and then fibers. Usable light mouth. Yeah.